كابتن ضياء، برحب بيك. ازيك يا اسلام افندي العظيم؟ ازيك اخبار حضرتك ايه يا كابتن، عامل ايه؟ والله الحمد لله حبيبي، الحمد اقول لله. لك هارد لك النهارده. والله العظيم يا اسلام، ضاع مننا ماتش، عاملين ماتش بس كنتوا منهم كسبانين 2-1 منهم يا لله، كابتن. ربنا يسامحهم، ضيعنا فرص ما تضيعش، فتعاقبنا. الكوره كده، الكوره، وانا قلت لهم بين الشوطين، قلت لهم هنتعاقب، غطوا الجون عشان مش هنتعاقب، لان انا عارف الكوره وعارف هتمشي ازاي. انت اتعاقبت في طرد وفي جون بعديها على طول، الحمد لله ان ما جاش الجون التالت. ياه. هي كرة كده يا اسلام، هي كده، انت مطرود فمضغوط، عايز تحافظ على اللي عندك، هتعمل هجمات ازاي؟ اضطريت سيرد باك، اضطريت اطلع فرويد عامل لي خطوره علشان انزل سيرد باك، فطبعا الدنيا قلت. الماتش الجاي مع مين يا كابتن ان شاء الله؟ عندي 15 يوم طبعا او 16 يوم، اللي هم كل واحد، كل الانديه خدتهم المكافاه دي، وبعد كده عند المصري ان شاء الله. ضياء السيد داخل تحدي مع صالح جمعة ان يرجعه مرة تانية نجوميته وما يتناسب مع موهبته من خلال الإصرار عليه والدفع بيه في المباريات. طبعا انا صالح مش غريب عليا، لكن انا عارف طبعا. احنا عاملين اتفاق، والى الان الحمد لله هو ماشي بشكل كويس، يعني مديني اللي انا عايزه وازيد سنه، فالاتفاق انه هو اللي هيستفيد منه، انا مش هستفيد منه، يعني الاتفاق انه يكون موجود وانا هساعده كل حاجه بكل الادوات، وفعلا جوه الملعب وبره الملعب وفي كل حاجه هو ملتزم جدا، وباين عليه في الاداء، الناس بتتكلم وبتقول لي رجع صالح. لا انا مش، ما حدش يقول لي انا رجعت، هو اللي هيستفيد اذا كان هيظهر شكله كويس، هيروح منتخب، فهو صالح اللي هيستفيد. بس يمكن صالح كان بيعاني الفترة اللي فاتت من ان مفيش مدير فني فاهمه كويس وفاهم شخصيته كويس. والله ما تظلمش برضه للمديرين الفنيين، لانه برضه المدير الفني بيتعامل مع 30 او 32 لعيب، وهو صالح لعيب وفاهم. وهو في النادي الاهلي، اي لعيب مثلا في النادي الاهلي بيقعد يحفر عشان يتحط على في الشاشه. انت واخد بالك؟ فما تظلمش، مش عايزين نظلم قوي، ممكن مدير فني واحد بيزهق، انا ما بزهقش. انت واخد بالك؟ ممكن، لانه عنده حاجات كتيره جدا. ممكن اللي موجود في النادي الاهلي مش موجود في سيراميكا كعدد لعيبه يعني. مش عايزين نجيبها على المدربين عشان صالح ما ياخدش حجه ويجي يقول لك هم المدربين. لازم نعرف ان 90% من اي حاله بيبقى فيها اللعيب منه، هو اللي بينام، وهو اللي بياكل كويس، وهو اللي بيلتزم في التدريب، هو اللي بيأدي في المباريات، احنا ادوات مساعده بشكل كبير جدا. كان قبل ما ينتقل صالح جمعه لسيراميك كليوباترا كان في مفاوضات مع نادي الزمالك، هل هو لسه عنده الرغبه؟ وكانت مفاوضات بشكل كبير ومفاوضات قويه. بالنسبه لرغبه صالح انا ما اعرفهاش بصراحه. هو اشتغل وبقى في حته كبيره وراح منتخب وجات له انديه كبيره، ده في ايد سيراميكا. انا مش هيبقى عندي اعتراض لو مجلس اداره النادي سيراميكا كليوباترا وافقوا، عشان ده نادي استثماري. هو انا المعلومه اللي عندي ان المفاوضات لا تزال مستمره مع صالح جمعه. انا ما عنديش، بقول لك المعلومه، انا بديك بجيب لك من الاخر. ايوه ان حضرتك ما عندكش مانع. هو هيستفيد، النادي قرر عشان يستثمر. انا عن نفسي موافق لصالح، موافق على الكلام اللي هيقوله مجلس اداره السيراميك. عندك تحدي تاني في عصام الحضري مدرب حراس المرمى، يعني بتتعامل معاه ازاي؟ عصام بصراحة يعني هو اتفاجئ ان انا بطلبه، بقول له انا عايزك معايا. انا اتفاجئت انا كمان، وكل الناس اتفاجئت. بالظبط. والناس كتيرة كلمتني وخد بالك ومش عارف ايه وبتاع. انا بعرف اتعامل مع عصام، انا دربت عصام وعارف، ووقفته وحولته وخليته ومشيته قبل كده وجبته، بينا يعني حكاية وبينا حاجات، مواقف كتيرة كويسة. فهو ما كانش مصدق، فبصراحة لما قعدت معاه وكلمته فرح جدا 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 ان اول طريقه هيدرب، فهو مبسوط جدا. عايز اقول لك مدرب هايل،
ماشي بطريقه ممتازه، ويجي قبل التمرين بساعتين ويجيب لجوان ويفرجهم ويعمل شغل ممتاز جدا جدا. لا هو يعني انت بتتكلم حضرتك طبعا، وحضرتك عارف وكل العالم عارف ان هو يعني واحد من افضل الحراس طبعا افضل في الحراس، العالم، مش وهو هو لاعب افضل حارس في تاريخ مصر، فبالتالي عنده بالظبط، خبرات بس انا كبيرة عايزه جدا بقى يعني. يبقى من افضل المدربين، لان التدريب نقله تانية خالص، بالظبط. فيها امتى وفيها مواقف كتير، يتعامل امتى، كل ده انا بتعامل معاه فيه، وطول الوقت احنا بنتكلم مع بعض يعني، بنتكلم لا استنى دي، لا احنا بنعمل دي، لكن هو ممتاز ومدرب واعد، وربنا يكرمه ان شاء الله. ويعني برضه هيبقى لو عندك أزمة في حراسة المرمى أهو عصام موجود، مش هيقول لك لأ، بس ساعتها لازم تحاسبه بقى يا كابتن. حاسبه طلع عينه، لا طبعا هو ركز لا خالص هو على مش التدريب تحاسبه، لا تحاسبه فلوس، هو عصام مش هيوافق ينزل غير لما طبعا، يتحاسب ولكن على اديني الماتش. عقد، اديني عقد عالي. بالظبط. محمد إبراهيم يا كابتن، يعني برضه هل ما ينطبق على صالح جمعة نفس الأمر بالنسبة لا لمحمد محمد إبراهيم؟ انا جيت وهو لاعب كل المباريات، انا محمد ما شاء الله مركز مع نفسه ومركز مع شغله كويس قوي، وانا بشوف ان هو مظلوم انه يروح المنتخب، وان شاء الله هيروح المنتخب مع كابتن حسام طبعا. محمد مركز في شغله من اول يوم، من بعد الكورونا وهو في المقاصه كان نجم الدوري، لما جه سيراميكا هو نجم الفرقه، فهو ما شاء الله مركز في شغله، حريص على انه يبقى موجود طول الوقت، حريص على انه يبقى مستواه كويس، فعلاء محمد نقله تانيه يعني ان شاء الله. كابتن ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا وطبعا نجم الاهلي الاسبق، بشكرك، قال كلام مهم جدا.